السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منحنا بثقافة عالمية قيمتها شديدة أركانها، وصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد بالمحجة البيضاء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأساتذة الكرام والزملاء الأعزاء والمستمعون الأجلاء، وفي هذه الفرصة الذهبية ألفت انتباهكم إلى الموضوع المكرر: نحن المسلمين بين الغابر والحاضر. العصر الحديث وأبناؤه يشتاقون إلى نظام ينجدهم من الشدائد والكوارث الإنسانية والحالات النفسية التي يواجهها نهر المسلمين في الحاضر والغابر. لذا تتضاعف مسؤولية الدعاة والعلماء، حيث يطل الناس إلى الإسلام لحل المشكلات المالية والاجتماعية والسياسية جمعا. وفي هذه الآونة الحزينة ينبغي علينا التركيز على بيان ونشر ثقافتنا القيمة والتي ساقت العالم من زمان. أيها الأحبة، أساس ثقافتنا يقع في الأخلاقية والقيم النبيلة واحترام الأكابر والترحم على الصغار والنساء وحمل ثقل المعدومين وحمل راية السلام في حياة الفرد والمجتمع حتى يسوقهم إلى النجاة الأبدية، ألا وهي الجنة. الإسلام يركز النظر في حياة المجتمع الروحية كما أنه يمعن النظر إلى حياة الدنيوية. أما هذا الدين الذي يقدم أمام الناس نكتة الفطرة السليمة، فيتسابق إلى أذهان المفكرين المنصفين التعاليم المحكمة التي ترفعها حتى على صفة الوجوب والحرام. فالعالم جاهز لقبوله واعتناكه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنما يحمل الإنسان عقوبة عمله، لا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يحمل إنسان ثقل أعباء الغير. هذا قضاء على رؤية الخطيئة الأولى عند النصارى. فالإسلام دين سماوي أعزنا الله به، وتولى الرب تعالى الحفاظ عليه من عناد الأعداء والظالمين. كما قال جورج برنارد شو: هو دين ديمقراطية وحرية الفكر، وهو دين العقلاء، وليس فيما أعرف من الأديان نظام اجتماعي صالح كالنظام الذي يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملائمة أوجه الحياة المتغيرة، وهو صالح لكل العصور. نعم، أن رايته شامخة، أبوابه مفتوحة أمام كل بني آدم، وليس الأمر كما في دين اليهود أنه مغلقة أبوابة حتى لا يتسنى لإنسان دخوله بسهولة، كما أنه يدور حول العنصرية الأصيلة التي لا يتم بصلة للإسلام بها. وفي هذا الوقت الذي تزدهم أفكار العقلاء والعلماء لاعتناك الإسلام والتضحية في طريقه، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يهذبوا حياتهم حسب تعاليم الإسلام. أحلم أنا وأنتم لعالم جديد يكون الإسلام قائده،
والقرآن دستورة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم معلمة ولكن هذا بتطبيقنا نحن شريعة الإسلام في حياتنا أولا وحياة مجتمعنا ثانيا والله الموفق لما فيه خير والعاقبة للمتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.